المعلومة بشكل تاني بشكل مختلف ونحتضنهم، نقعد معاهم في وقت فاضي شوية من وقتك قبل أو بعد الحصة، نسمع منهم، نراعي إذا كان هو جاي من مشكلة ما في البيت، فلو سمعنا له ممكن يكون جدا ما عندوش حد يهتم بيه في البيت إن هو يعمل له إدارة وقت كافية تخليه يعرف يكمل المطلوب منه من الواجبات والالتزامات الدراسية اللي عليه في البيت، فتكوني أنتي أداة مساعدة ليه، تقعدي معاه وتعلميه إزاي يدير وقته في البيت اللي هيجي لك بعد كده عامل ومحقق اللي حضرتك طالباه منه في المدرسة. فأنا برجو من المدرسين، أنت معلم وليس بس للتدريس المادة العلمية، معلم يعني أنت بتعلمه كل حاجة وبتكون شخصية وبتعلم مادة علمية وأخلاقية، لأن ساعات بتأثر عليه والولد يحبك أو يحب المادة بتاعتك ويكون بيتخصص فيها من كتر ما هو حب المدرس بتاعه، أو العكس تماما إن هو بيبعد كل البعد عن المادة دي بكل تخصصاتها، حتى لما بيكبر ما بيحبش يتخصص فيها عشان هو ما حبهاش نتيجة إن هو ما حبش المدرس أو المدرسة بتاعته وهو صغير. فأنتي بتأثري عليه تأثير واضح جدا في تكوينه وتحديد مستقبله من المادة اللي حضرتك بتديها ومن أسلوبك اللي انت بتديه معاه جوه الحصة ومن احتضانك ليه والمثل الأعلى اللي حضرتك بتوريهوله جوه الحصة، ده بيؤثر عليه في مستقبله وفي اختياراته بعد كده للمواد اللي هو عايزها من كتر ما هو حب المادة دي من خلالك أو كرهها. ده الركن المهم جدا من المثلث اللي احنا اتفقنا عليه. طيب الركن التاني في المثلث اللي هو ولي الأمر. أنا بقول لولي الأمر احنا محتاجينك في المدرسة، لأن ساعات بنلاقي أمثلة مختلفة من أولياء الأمور. في أولياء أمور هنقول بعض من الأمثلة، طبعا احنا مش بنعم القاعدة، ولكن بقول أنا حابة إيه من أولياء الأمور تاخد بالها من إيه. في أولياء أمور بيبقى مهتم قوي لدرجة إنه مش مدي مساحة لابنه إنه يكون شخصية لنفسه ويبقى ذو كيان يعرف يفكر بدون ما يرجع لولي الأمر. طبعا احنا كلنا ورا أولادنا، طبعا احنا كلنا سندينهم وبنسمع لهم وبنراعيهم وبنهتم بيهم، بس الاهتمام الزايد اللي هو ما يخليش عندي طفل يعرف ياخد حقه إلا من خلال ما يرجع لبابا أو مامته. فدايما على طول أي حاجة تحصل لك في المدرسة ارجع لي، فلما يرجع له الأب أو الأم هم اللي يكلموا المدرسة، نمرة نقصتها ارجع لي، فدايما يرجع للأب والأم، والأب والأم هم اللي يقولوا النمرة دي نقصت ليه، أو حصل مشكلة ما بينه وبين زمايله، فدايما يرجع للأب أو الأم، والأب أو الأم هم اللي يكلموا المدرسة. فبيكبر الولد على إنه اتعود إنه ما يعرفش ياخد حقه، هو دايما اتعود على إن في من هو موجود ياخد له حقه، في من هو موجود إن هو يتكلم بالنيابة عنه، فبلاقي إن احنا بنكون طفل ما عندوش قدرة على إن هو يعبر عن رأيه، يقول أنا زعلان، يقول أنا متضايق، ياخد حقه بالأسلوب الصح مع مدرسته أو من زمايله، فبيبقى شوية ما عندوش ثقة في نفسه إن يبقى طالب قادر يذاكر لوحده من غير ما يرجع للأب والأم. إحنا عايزينكم تبقوا أداة مساعدة وليست بديلة عن شخصيته، فإحنا بنكون طفل إذا كان بنت أو ولد عنده قدرة على التعبير، فناخد بالنا من الاهتمام، موجود الاهتمام طبعا مطلوب جدا وبتشكروا على الاهتمام، بس مش عايزين نقول إيه الزيادة الغير مستحبة. بنيجي نلاقي تاني نوع من أولياء الأمور إن إحنا عايزين نقول لهم عندنا مشكلة، عايزين نشترك معاهم في إيجاد حل للمشكلة اللي عندنا، فبنحب إن إحنا نتواصل مع ولي الأمر، ولكن ولي الأمر بلاقي إن دايما بيستقبل المشكلة بتاعة المدرسة بالضرب وبالإهانات على الولاد لما بيستقبل المشكلة من المدرسة. فبنيجي نقول المدرسة ساعتها أنا خايفة أجيب الأب أو أجيب الأم أو أشركهم في المشكلة بتاعتنا، ممكن تكون مشكلة سلوكية أو ممكن تكون مشكلة أكاديمية، فأنا عايزة التعاون ما بين المدرسة وما بين أولياء الأمور.
بس بلاقي ان الطالب تاني يوم يجي يقول لي انا حصل وقع عليا امبارح ضرب من الشكوى اللي حصلت من المدرسه او من النمر بتاعتي، او بغض النظر المدرسه نزلت ايه على ولي الامر، فولي الامر استقبل الشكوى او المشكله او الحاجه اللي احنا وديناها له، اذا كان من ايميلات او اذا كان من تليفونات او عقاب نزل على الطفل بعنف شديد جدا جدا. فانا كمدرسه ببقى مش عارفه اعمل ايه، فانا بقول لولي الامر ارجوك، هو الضرب ما بقاش اسلوب حياه نهائي ولا هو حل للمشكله، بل بالعكس انت بتخلي الولد بيبقى عنيف عندنا احنا، لان هو بيفرغ كل الطاقه اللي هو مش الشحنه اللي عندك من ضرب او اهانه او عندنا على زمايله في المدرسه، ما هو واقع تحت ضغط شديد جدا في البيت وخايف يقول لك او خايف يرجع لك، لان انت ما بقتش الحضن والامان بالنسبه له ان يحكي لك ويشكي لك مشاكله اللي موجوده في المدرسه لانه خايف منك. فبيرجع اولا بيخبي عليك، ما بيقولكش مشاكله اللي موجوده في المدرسه، احنا كمدرسه مش عارفين نواجهك بمشكله ابنك اللي عندنا موجوده، فاحنا عايزين التعاون المحترم اللي باسلوب منطقي.